غابت الشمس في سماء نينوى على فاجعة جديدة لم تشرق إلا على حزن كبير. حريق ضخم التهم قاعة للأفراح في قضاء الحمدانية، بدد الزغاريد وحولها إلى نواح وعويل. مئات الضحايا قضوا أو أصيبوا في الحريق. هي فاجعة بكل المقاييس الإنسانية، فحين تسكت جميع الأصوات يكون صوت الموت هو السائد. النار لم تستثني أحدا، لم تشفع للأطفال براءتهم ولا للمشاركين أفراحهم، الكل في نظر النيران المشتعلة سواسية. أما الجاني فلا يختلف عن الجنات في جميع الحرائق التي قتلت ولا تزال تقتل العراقيين في كل مدينة وقرية وقضاء. الجاني كالعادة هو الإهمال الذي يرتدي قناع الجشع، ممن لا يهتمون إلا لزيادة ثرواتهم وإن كانت على حساب الأرواح. الرقابة على شروط السلامة غائبة كالعادة. الرماد وحده شاهد على بشاعة الجريمة. التعازي وإعلان الحداد لن يعيد الحياة للأموات. التحقيق لن يحيي الموتى. القبض على الجنات أو ملاحقتهم قضائيا لن يطفئ النار المؤججة في صدور ذوي الضحايا. هل سيكون هذا الحريق جرس الإنذار الذي ينهي مرحلة الإهمال؟ هل ستصحو ضمائر الجهات المسؤولة وتعطي أرواح الأبرياء مساحة في تفكيرها؟ أم أن الحرائق ستواصل التهام العراقيين؟ من يدري؟ هو سؤال تطرحه أرواح الضحايا على الجهات المعنية.